السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد على موقع المحترف، وهذا راغب آمن. اليوم إن شاء الله سأقدم لك طريقة للحصول على سطح مكتب على الإنترنت. نعم، يمكنك أن تحصل على حاسوب شخصي على الإنترنت بكل سهولة فقط مع موقع كلودو. نعم، كلودو، على فقط www.cloudo.com. يمكنك أن تنقر على سين أب، بعد ذلك تنتظر إلى حين تحميل واجهة فلاشية خاصة بالموقع. طبعا كلودو هو يمكنك من الحصول على سطح مكتب أو على حاسوب على الإنترنت، يمكن أن تستخدمه في تصفح الإنترنت أو كذلك من أجل قضاء أمورك المكتبية عليه. طبعا بعد ظهور النافذة الجديدة ننقر على Create a Cloud Account أو Cloudo Account عفوا، نختار الاسم ثم نكتب الإيميل، بعد ذلك عفوا إذا إيميل، بعد ذلك يمكن أن ندخل اليوزر نيم و Password، يجب أن يكون هذا Password قوي، بعد ذلك يمكنك أن تنقر على OK لكي تسمح بتسجيل حساب جديد على موقع كلودو. طبعا خطوات إنشاء الحساب هي قد تتأخر، لهذا فيجب عليك أن تصبر قليلا قبل أن تظهر واجهة سطح المكتب الجديد. كما تلاحظ معي، إذن هذا هو سطح المكتب وحاسوبك الخاص على موقع كلودو. ف Start Menu كما تلاحظ معي، يمكنك من خلالها أن تبحث أو لأداء أمورك اليومية، Textpad على سبيل المثال كما تلاحظ معي، My Document كذلك يمكنك الدخول كما لو أنك على سطح مكتب حقيقي، كذلك مقطوعاتك الموسيقية الخاصة، ملفاتك، Desktop، واجهة المستخدم، كذلك Hello، يمكن أن أقوم بSave، وللإشارة فكل شيء تقوم بعمله على الديسكتوب أو على سطح المكتب أو على حاسوبك يبقى، ففقط عند الرغبة في التسجيل مرة أخرى وتشغيل تسجيل الدخول سيطلب منك اسم مستخدم ويوزر نيم، عفوا يوزر نيم وباسورد، تقوم بكتابته وآنذاك يمكن لك أن تجد ملفاتك كما هي كما استخدمتها بدون أي مشاكل. فمثلا نحن الآن قمنا بإنشاء ملف جديد وقمنا بعمل له السيف، ولكن لا أرى له تواجد على سطح المكتب. يمكن أنني قمت بخطأ، إذن سأكرر. الوورد كما تلاحظ معي وورد، فتكست باد، أنا سأعمل على تكست باد، هيلو كما وورد، تلاحظ هذا هو ملفي الخاص، فايل، سيف، ماي. إذا كنت اوكي سعيد على جدا بصدقكم الديسكتوب. في موضوع هذه الحلقة البسيطة الخفيفة الطريفة. لما قليلا، نشكركم على حسن سي تتابعكم، ويمكنك دائما ننتظر التسجيل في قناة حضورك المحترف معك على دائما. اليوتيوب فقط بالنقر على زر سبسكرايب، أو زيارتنا كذلك على صفحتنا فيسبوك facebook.com/teachway.professional. في أي وقت يمكنك كذلك زيارتنا على مدونتنا الرسمية مدونة المحترف طبعا www.teachwayprofessional.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.